سبحان الله، النخلة كريمة معنا جدا، ونستفيد من سعفها وتمرها، حتى قلبها نستفيد منه، اللي هو جمار النخل، أو في ناس يسمونه جذب النخل. راح أحضر فيه جمار النخل مع اللحم المقدد المشوح. الوصفة هذه تعتبر مقبلات، ستارتر، أبتايزر، أكلة خفيفة كذا، وصفة خطيرة بتعجبكم. راح نضيف عندنا الزبدة، عندي الثوم هنا راح نشوحه على المقلة، راح ننزل على الزبدة، نتوقع يبغى له الزبدة أكثر لأن البيكن أو اللحم المقدد يشفط من الزبدة، مع أنه فيه فاته فيه نسبة دهون بس يشفط من الزبدة، والجمار كمان شوي ناشف فيشفط الفات، راح نزيد زبدة شوي عليها. راح نخليه على نار هادية لين ما يتشوح معنا الثوم. طبعاً زي ما تشايفين الجمار مقطعينه بشكل دائري كان سكالوب. راح نبدأ اللفة بالبيكن اللي هو اللحم المقدد، وبعد ما نلفة لازم نثبت بعود عشان ما يفك معي. بعد ما نلفة بنثبت بعود بس من طرف واحد كذا كافي، أساس البيكن ما ينفك معي. راح ننزله، راح نجرب واحدة بدون ما نحط فيها عود، نشوف هل بتمسك معي ولا لا. بنسوي لنا كم حبة، يمكن 4 أو 5 حبات كافية. طبعا عندي الزبدة هنا شوي حارة، راح أوطي عليها، راح نقلب، نتأكد انه قاعد يتحمر. هذه راح نقلبها كمان. طبعا الجمار اللي ما قد ذاقه، الجمار بالعادة لما النخلة تكون مشربانة موية كثير راح يصير طعمه حالي، لو ما كانت يعني شاربه مويه كثير او مو بمسقيه مويه كثير راح يكون طعمه مو بحالي مره. لو نتخيل التكستشر حقه، لو تعرفوا الارضي شوك تقريبا مقارب له تقريبا. هنا اهم شيء نستمر نقلب الجهات كلها. ببدأ أسوي الصوص، وأثناء ما الجمار قاعد يستوي بنفس البان، صوص زبدة عندي راح أضيف عليها بابريكا، راح أضيف عليها ملح، فلفل أسود، يعني راح نشيل الجمارات على جنب هنا، والصوص هنا راح نحركه، راح أضيف عليها شوية خردل. حلو دائما الصوص تسويه بنفس المقلة أو البان اللي قاعد تشتغل عليها، لأن كل الطعمات فيها، فأنا ما أبغى أخسر النكهة هذه، راح أكملها في المقلة نفسها. راح نخليها لما تشوح من الجهتين بالكامل، يا عيني كذا لفة سريعة وننزلها. الأعواد ما أتوقع أني بستخدمها، راح أبدأ أقلب فيهم الجهات اللي ما استوت نبغاها تستوي بالكامل. شكل الموضوع سبايسي على فاتي على سور، لسه ما أخذنا طعم السور. راح نضيف عليها اللي هو اللومي المشمس، طبعا هو عصير ليمون وحساوي، راح نضيف عليها يعطي نكهة خطيرة. ممكن نشرب الصوص مع الجمار نفسه، يعني مثلا ناخذ لنا ملعقه نصير ناخذ من الصوص ونشرب. الشكل هذا بيستوي معي بشكل اسرع، بس راح اوطي النار الى اوطى شيء. هنا الكاست ايرون صار عندي حار مره، راح احط عليه المشروم بدون ما لا اقطعه ولا احط ولا زيت ولا شيء، ابغى ينزل مويته بالكامل، بس فكينا منه القمع اللي تحت، راح ننزل المشروم، راح اعلي عليه النار مره. مهم جدا ان نملح المشروم عشان يطلع المويه اللي فيه بعد. طبعا الجمار بخليه على جنب كذا على نار هاديه مره عشان نبغى نشتغل على المشروم بشكل اسرع. راح ناخذ كاست ايرون هنا نتعامل معه. انا دائما احب استخدم الزبده لما اشوح شيء، فراح نحط زبده. يا عيني هذا الصوت اللي نبيه، هذا نبغى نسمع الاصوات دي. الله، يبغى له زبدة أكثر، راح تدخن ما يعني معانا شوي بس عادي. نملح بعد، خلاص نوطي النار نخليه على نار هادية لما يطلع
السوائل اللي فيها وتصير معنا جاهزة. بالأثناء هذه الجمار قاعد يستوي معاي. الجمار بعد ما تشوح بالصوص بتضيف عليه شوي بقدونس راح يصير معنا الطبق جاهز إن شاء الله. راح نحطه عليه عشان يعطي نكهة. راح نحطه آخر شيء بس عشان ما نبغى يطبخ مرة ويسود معنا. الجمار سقيناه وجهزناه وانطبخ، والمشروم شديت عليه النار شوي بس لابد تنزل الموية اللي فيه. خلاص بطفي النار على كل حاجة، راح نبدأ صحن التقديم. طبعا نستخدم الزينة لازم، شيء أساسي. راح نبدأ ناخذ المشروم نقطعه. أول شيء راح نقطع بطريقة كذا أننا نزين الصحن فيه بشكل أحلى، بس حار شوي خليه يصير بارد. عبال ما يصير بارد راح أبدأ أجهز القارنش اللي بستخدمه. راح أقطعها دايس، مول دايس، مكعبات صغيرة. بعدين راح نبدأ على طول في صحن التقديم. وآخر شيء راح نزين في التشايفز الزعتر البري. يعني وكذا صار معنا الطبق جاهز، اللي هو الجمار مع اللحم المقدد اللي طبخناه بالزبدة والبابريكا والليمون المشمس والثوم، وقدمناه مع المشروم والتشايفز. صحة وعافية عليكم.